الأولى أول ما ضربوا، وبعدين جينا نشيل ندخل نسعف إذا بالضربة الثانية، فعلت مجزرة، مجزرة مروعة بالمئات بالعشرات تحت الأنقاض. عزاء جاو يعزوا، لا جاو يقاتلوا ولا حملوا سلاح على آل سعود ولا الفجر. الأمور طيبة بإذن الله. نندد ودور الأمم المتحدة الصامت لما حدث يوم أمس من مجزرة بالعاصمة صنعاء، فهذا الصمت يعتبر خزي وعار لكم أيها الأمم المتحدة على صمتكم هذا. إن صمتتم بعد الآن فالعار هو حليفكم إلى الأبد.